اكثر فريق الريال في المباراه المقبله نهائي الكاس ودوري ابطال اوروبا منقوص معنويا الى نادي بايرن. ماذا اردت ان تفعل يا دي بايرن؟ اوزيل هيله منه توصل لمارسيلو ضرب الجزاء هديه ضرب الجزاء هل يمنح البطاقه الحمراء؟ يا له من ضغط رهيب يا له من ضغط رهيب. ماذا قال الحكم؟ البطاقة الصفراء للحارس البطاقة الصفراء للحارس فيكتور فالديس. يا له من إثارة. ماذا يحدث في مباراة اليوم؟ رونالدو وضرب الجزاء رونالدو وضرب الجزاء رونالدو لم يسبق وأن سجل على البارسا. أنا لا أريد أن أعلق على تقدير حكم المباراة لأنه يبقى سيد الموقف تقدير حكم المباراة سيد الموقف ولكن الريال صراحة يستحق التعادل يستحق التعادل لأنه فوق ميدانه ولعب المباراة اليوم وأيضا بعشر لاعبين ما زال مثر. هل يسجل رونالدو أول أهدافه أمام البارسا من رمية جزاء؟ رونالدو وفيكتور فالديس التعادل با 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 با. جول كريستيانو رونالدو للريال بعشر لاعبين ريال مدريد يحافظ على شرفه هنا في سانتياغو برنابيو. نعم يحافظ على شرفه نعم أقولها قضية شرف بالنسبة للريال أنه يخسر اليوم أمام برشلونة. لو تشوفوا وجوه أنصار ريال مدريد كيف هي فرحانة بهدف التعادل في سانتياغو برنابيو أمام البارسا لا تصدق ما نشاهد. رونالدو يسجل أول أهدافه أمام برشلونة منذ التحاقه منذ كان يلعب في مانشستر لم يسجل على برشلونة. اليوم رونالدو يسجل أول أهداف. شوف بيبي شوف بيبي